فيو اخر وحده طلعت بين الفريم وركات فيو عانت من قصه واحده انه ما في شركه متبنيتها. يعني اذا قلنا عن رياكت بنيتها فيسبوك او هي اللي عملتها وجوجل انجولر، الفيو عملها شخص كان يشتغل بجوجل وترك جوجل وراح عمل هالفريم ورك. علما انه الفيو هي اكثر فريم ورك من بين هالفريم وركات، ممكن تقضي لك شغل بسرعه وممكن تتعلمها انت بسرعه. بس الشيء اللي خلى نعتمد الفيو بمنطقتنا نحن فينا نقول محليا اكثر شيء انه هي بتقضي لك شغل بسرعه.